تخلوش حد يضحك عليكوا ويبيع لكوا خضار مغسول باضعاف ثمنه الحقيقي ويقول لكوا ده اورجانيك. كلمه اورجانيك او عضوي دي كلمه كبيره جدا، ملهاش غير معنى واحد بس، صفات معينه لازم تكون متوفره في المنتج النهائي علشان نقدر نقول عليه ان هو عضوي. لكن اغلب الخضار والفاكهه اللي بتوصل لايدينا هي مش اورجانيك. وحتى لو اورجانيك، مش معنى ان الاكل اورجانيك او مزروع زراعه عضويه ان هو بيحتوي على كل العناصر الغذائيه اللي مفروض يحتوي عليها. اسلوب الزراعه ملوش علاقه بمدى خصوبه التربه ووفره المغذيات فيها. طيب هل ده معناه ان احنا خلاص كده ما نشتريش اكل اورجانيك؟ ده موضوع عميق شويه وفي افكار كتير محتاجه توضيح، خاصه ان الناس بتدفع فلوس كتير قوي في الاكل لمجرد ان بيتقال لهم عليه ان هو عضوي. انا شخصيا وقعت في الفخ ده كتير جدا. لايك بقى للحلقه وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس، وتعالوا مع بعض بقى نشوف ايه موضوع الاكل العضوي ده، وليه اغلب الوقت ما بقاش فيه اكل عضوي، وازاي الاكل ممكن يكون عضوي برضو يكون فقير جدا بالمغذيات. هوضح لكم كل ده. انا ندى حرفوش ودي قناه فول بين، ويلا بينا نبدا. من زمان وانا كان عندي حلم ان انا يكون عندي جنينه صغيره او حتى مزرعه صغيره عشان ازرع فيها اكلي، لان انا بهتم جدا بجوده ونظافه الاكل، وعارفه اهميه ان هو يكون خالي من التعديل الوراثي ومن المبيدات والهرمونات. جربت اشتري اكل اورجانيك كتير، لكن عمري ما لقيت المواصفات اللي المفروض تكون موجوده في الاكل الاورجانيك. كتير قوي بندخل السوبر ماركت نلاقي خضار او فاكهه على الرف شكلها حلو قوي، بتلمع، محطوطه في طبق مكتوب عليها ان هي اورجانيك. وفي شركات ومزارع كتير بتدعي ان منتجاتها اورجانيك، سواء في مصر او في كتير من البلاد العربيه. وقتها انا ما كانش عندي مشكله ان انا ادفع كتير في الاكل العضوي، لكن اكون متاكده ان هو عضوي فعلا. دورت على طرق علشان اتاكد، حاولت اشوف ايه الجهه اللي بتراقب على المنتجات العضويه الموجوده في الاسواق علشان نكون متاكدين ان هي عضويه فعلا، ما لقيتش. لدرجه ان انا حتى تواصلت مع واحده من اكبر واشهر المزارع اللي بتبيع اكل المفروض اورجانيك في مصر، وطلبت منهم ان انا اعرف ايه الجهه اللي بتراقب عليهم، او ان هم يوضحوا لنا لو في شهادات بتاكد ان اكلهم اورجانيك. بس للاسف ما كانش في اي رد. من هنا بقيت متاكده ان على الاقل في مصر صعب جدا ان احنا نلاقي منتجات عضويه. ما اقدرش طبعا اجزم بنسبه 100% ان مفيش، ولكن لو موجوده هتبقى قليله جدا، لان تجربه الزراعه العضويه اصلا مش سهله وغريبه وجديده على مجتمعاتنا، وهشرح لكم دلوقتي ليه وازاي. لما حققت حلم المزرعه واخدتها فعلا، حلمت ان انا احقق حلم الزراعه العضويه، وبدات ادور فعلا ازاي اعمل زراعه عضويه. بدات اتعلم اكتر وابحث ازاي نقدر نحقق مفهوم الزراعه العضويه. وهنا بقى كانت المفاجأة والصدمة، ان مش معنى ان انا طريقتي في الزراعة خالية من المبيدات والكيماويات والهرمونات ان هي كده خلاص بقت زراعة عضوية. دي اسمها الزراعة الامنة، والفرق كبير جدا بين الزراعة العضوية والزراعة الامنة. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. الزراعة الامنة هي ان احنا نزرع بدون مواد ضارة بصحة الانسان، زي ان احنا نتجنب استخدام المبيدات الحشرية الكيماوية، وان احنا نستخدم مبيدات عضوية، وان احنا ما نستخدمش هرمونات تخلي الزرع يكبر بسرعة او يكتسب صفات معينة، ونسيبه ياخد وقته الطبيعي. طيب ما ده حلو جدا، ايه بقى هي الزراعة العضوية؟ الزراعة العضوية هي كل اللي احنا قلناه ده، الى جانب كمان ان كل حاجة دخلت في انتاج الزرعة لازم تكون عضوية 100%، من اول البذرة، البذور نفسها اللي هتطلع منها النبتة لازم تكون اورجانيك وغير معدلة وراثية، لحد السماد اللي بيتحط في التربة يكون جاي من مصادر اورجانيك. يعني لو سماد حيواني يكون جاي من فضلات حيوانات بتاكل اورجانيك، ما بتاخدش ادوية، ما بتاخدش مضادات حيوية ولا هرمونات. لو سماد نباتي يكون جاي من تحلل نباتات اورجانيك. التربة نفسها ما يكونش اتزرع فيها قبل كده نباتات اترشت بالمبيدات. فكل ده بيخلي الموضوع صعب جدا، لدرجة ان انا نفسي اكتشفت ان هيكون صعب جدا عليا ان انا ابدأ من اول مرة زراعة عضوية 100%. وكان الحل ان انا ابدأ بزراعة امنة لحد ما اقدر احقق الاكتفاء الذاتي جوه مزرعتي، واقفل الدايرة وكل حاجة تكون موجودة اورجانيك. فعلا ساعتها اقدر اقول لكم ان انا بقيت ازرع اورجانيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا التربة نفسها اللي انا بزرعها محدش زرعها قبلي، وده شيء عظيم جدا. بعد كده بنكون محتاجين السماد. انا طبعا لسه ببدا فما عنديش مصدر لسماد، لازم اشتريه. طبعا اتاكدت ان انا بشتري سماد حيواني من مكان ما بيديش هرمونات وبياكل الحيوانات اعلاف نوعا ما كويسه، لكن طبعا الحيوانات بتاخد مضادات حيويه. السماد اللي احنا بنشتريه هو نتيجه تحلل المخلفات بتاعه الحيوانات دي لحد ما يكون عندي حيوانات بتاكل اورجانيك علشان تقدر تطلع لي سماد عضوي، ونكون بكده قفلنا الدايره بتاعه السماد. طبعا للاسف ما لقيتش في مصر بذور اورجانيك خالص. اتمنى اي حد بيشوفني دلوقتي موجود في مصر لو عنده بذور اورجانيك او يعرف مصدر للبذور الاورجانيك في مصر يا ريت يتواصل معايا. المهم اضطريت ان انا اشتري البذور من بره، فلما ازرعها ويطلع الزرع ويكون في مخلفات من الزرع ده هقدر استخدمها كسماد نباتي عضوي.
اللي هو بيتقال عليه الكومبوست، وهنا نقدر نطلع كومبوست عضوي وهكذا. لازم الدايره كلها تتقفل بمكونات عضويه 100%. عرفتوا بقى ليه تجربه الزراعه العضويه صعبه وتكاد تكون مستحيله؟ فالاكل اللي احنا بنروح نشتريه وبيقولوا لنا عليه ان هو عضوي لمجرد ان هو اتغسل واتعمل له باكنج شيك، هو مش عضوي على حاجه. ده غير ان الزراعه العضويه مكلفه جدا، ولو انا هدفي تجاري اكيد هكون عايزه اقلل النفقات علشان اقدر احقق ربح. انا بعمل الكلام ده على سكيل صغير جدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مش علشان ابيع واكسب. طيب انا عملت كل ده فعلا وطلعت زرع اورجانيك، لو لقيت حد عنده زرع بالمواصفات دي كده خلاص تمام الموضوع بقى تمام يعني؟ لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. لسه ما اتكلمناش عن توفر العناصر الغذائيه اللي النبات محتاجها في التربه. العناصر الغذائيه اللي هي الفيتامينات والمعادن اللي بتكون موجوده في النباتات، الخضار، الفاكهه. هي العناصر دي اساسا بتيجي منين؟ بتيجي من التربه. التربه بتحتوي عليها، وفي كائنات دقيقه بتكون موجوده في التربه او في السماد بتحلل العناصر دي علشان النبات يقدر يمتصها. طيب لو التربه دي فقيره اساسا وما فيهاش مغذيات، النبات هيجيب العناصر دي منين؟ مش هيجيبها. في عناصر غذائيه لازم تكون موجوده علشان النبات يقدر يكبر. ايوه، وهي دي الحاجات اللي المزارعين بيهتموا ان هم يضيفوها للتربه، زي النيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، الحديد، وكام عنصر تاني كده. لكن من غير بقيه العناصر اللي هم كتير جدا الزرع يقدر يكبر عادي، ولكن قيمته الغذائيه اللي بيديها لنا احنا كبشر بتكون قليله جدا. طيب ايه اللي بيخلي التربه فقيره بالمغذيات؟ حاجات كتير قوي. اولا التلوث، تلوث التربه، تلوث الميه اللي احنا بنروي بيها الارض، استخدام المبيدات الكيماويه. على فكرة البذور المعدلة وراثيا بتحتاج مبيدات كتير جدا، ودي حاجة بتخلي التربة فقيرة بالعناصر الغذائية. ثانيا الزراعة في الأرض موسم ورا موسم بيسحب العناصر طبعا من التربة، وبيكون لازم نعوض نقص العناصر ده، لكن محدش بيهتم بالموضوع، لأنه أنا لو بزرع بهدف الربح المادي فده هيكون بند مصروفات وتكلفة بالنسبة لي ملوش أي عائد، لأن في النهاية يعني محدش هياخد الطماطمية يحللها ويشوف هي فيها كم عنصر غذائي. أنا كتاجر هحط لها الحاجات الأساسية اللي تخليها تكبر من غير مشاكل بس. طيب هل إحنا أصلا نقدر نعمل تربة غنية بالعناصر الغذائية؟ أيوة، ممكن جدا بإن إحنا نضيف العناصر دي للتربة بشكل دوري، ده هيطلع لنا محاصيل غنية بالعناصر الغذائية. صحيح ده مكلف ماديا، لكن هو ده الأكل اللي إحنا لو أخدنا منه كفايتنا هو اللي ممكن يغنينا عن ان احنا ناخد فيتامينز وناخد مكملات، لانه احنا خلاص هناخد احتياجنا من الاكل. وهي دي اجابه سؤال هم اهالينا ما كانوش بياخدوا مكملات وكانوا كويسين وكانت صحتهم زي الفل، لان هم كل حاجه محتاجينها كانت موجوده في الاكل. هو ده التدمير الرهيب اللي حصل للتربه في السنين الاخيره بسبب سوء استخدام المبيدات الكيماويه، وهو ده السبب في كل اللي احنا وصلنا له. احنا بس مش واعيين قوي باهميه التربه. لو اكلنا زي اكلهم اكيد مش هنحتاج مكملات، وهو ده اللي انا بحاول اعمله، ان انا اعمل تربه غنيه بالعناصر الغذائيه مع زراعه اورجانيك عضويه 100%. صحيح انا مش هقدر احقق ده من اول موسم، ولكن بالوقت ان شاء الله في مده مش كبيره هيكون واقع. طيب يا ندى، لو انا عايزه اكل عضوي في كل المواصفات اللي انت اتكلمتي عنها دي اجيبه منين؟ وده سؤال منطقي جدا، مش كل الناس تقدر تسيب اشغالها وحياتها وتيجي تاخد حته ارض جنبي هنا تزرعها وتربي الفراخ يعني، اكيد. طيب نعمل ايه بقى؟ الحقيقه انا عارفه قد ايه الموضوع صعب، والناس بتدور على الاكل العضوي بتعاني، لكن النصيحه الوحيده اللي انا هقدر انصحكم بيها انه احنا اما ندور على مكان بيحقق كل الشروط دي في الزراعه ونتاكد منها بنفسنا ونشتري منه، اما لو انا عندي جنينه صغيره مثلا في بيتي ازرعها، لو عندي مثلا مكان فوق سطوح ازرع، ما عنديش ازرع في البلكونه من كل حاجه شتله واحده بس هتحقق لي الاكتفاء الذاتي لبيت صغير. الناس كلها كانت بتربي حيوانات وطيور فوق سطوح بيتها زمان، ولحد دلوقتي في بعض الاماكن لسه. هي الدنيا ما تقلش خيرها غير لما احنا رحنا سكننا في الكومباوندز. انا كنت ساكنه في يعني حي من ارقى احياء القاهره وسبته وجيت هنا عشان اعمل مزرعه صغيره واعيش فيها. بصراحه ما قدرتش اكمل في الحياه البلاستيك دي. واي حد عايز فعلا يبدا زراعه حتى لو في بيته، حتى لو في بلكونه بيته، تابعوا القناة، أنا دايما هنزل كل حاجة بتحصل في المزرعة، أفضل الأساليب للزرع وتربية الحيوانات، وهقول لكم حتى على المشاكل اللي واجهتني والأخطاء اللي أنا وقعت فيها، لأن أكيد هيقابلني مشاكل، أكيد هقع في أخطاء لأن أنا لسه بتعلم ولسه ببدأ، فإحنا هنتعلم كل حاجة مع بعض. المهم إن إحنا نخلي بالنا وما نقعش في فخ الخضار المغسول المتلمع الشيك اللي إحنا بنشتريه لأن هو أورجانيك، وهو ولا اورجانيك ولا ليه علاقه بالاورجانيك ولا عدى حتى من قدام غيط اتزرع فيه اورجانيك قبل كده. الزراعه التقليديه شيء، الزراعه الامنه شيء تاني، الزراعه العضويه شيء مختلف تماما، وجوده وخصوبه التربه موضوع محدش بيتكلم عنه، بس احنا هنتكلم عنه كتير، وهنتكلم كتير عن صحتنا وعن اكلنا وعن حياتنا في حلقات جايه كتير. فما تنسوش تتابعوني. لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشاركوا الحلقه دي مع اي حد تحبوا ان المعلومات دي توصل له. لو عندكم اي سؤال او في اي موضوع حابين ان احنا نتكلم فيه سيبوا لي في الكومنتس، هتلاقوا لينك للاشتراك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.